الله يرحمه الأستاذ حفيظ. يعني أنا أول ما انتقلت إلى الوزارة أول شخص قابلته فيه وكان فعلا بمثابة الرجل يعني اللي ممكن تركن له وتعتمد عليه، رجل ثقة، وتعلمت منه أنا في موضوع القانون لأنه كان أستاذي في هذا الموضوع، كان مدير شؤون إدارية القانونية وكنت أنا مدير شؤون إدارية بالشركة، وعاشرته منيح يعني تعلمت منه الأصول تطبيق القانون وتطبيقه بحذافيره وبما يخدم منفعة الناس وليس جامد. حتى كانوا يعيبوا علي فيما بعد انه والله انت حفيظ الثاني يعني. وكنا نقول لهم انه الشرف انه نحن عم نطبق القانون، نحن رجال القانون، نحن هذا هدفنا هو تطبيق القانون لمساعدة الناس. وتعلمت منه، كان رجل مسامح وكريم ونظامي جدا يعني، كان عنده وقت وترك سمعة طيبة وراه، وهلا الناس اللي عاشرته بتذكره بكل طيبة ومحبة. أخيرا ما فينا نقول غير الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، وإن شاء الله يا عم يكونوا أنتوا يعني خير وخلف بخير خير وسلف بخير خلف. الله يرحمه. طبعا الأستاذ حفيظ كان شخصية لن تتكرر، شخصية وطنية بامتياز. من خلال خبرتي معه في هذا المعهد في مجال العمل وفي مجال تقديم المساعدة والخدمة لكافة العاملين دون مقابل ودون تذمر، كان شخصا موضوعيا يلتجئ إليه الجميع في كل الظروف، وكان مثال الشخص الذي لديه ولاء وانتماء إلى الجهة التي يعمل بها ولديه انتماء وعقيدة وإيمان بسوريا. لذلك كان معطاء وكان في الحقيقة خسارة كبيرة لنا في المعهد الوطني، وأيضا خسارة لسوريا، لأن هكذا أشخاص لن تتكرر خلال السنوات القادمة. طبعا لدينا الكفاءات ولدينا الأشخاص الذين لديهم انتماء وولاء، لكن شخص الأستاذ حفيظ لا يغيب عن فكري ومخيلتي بحضوره باحترامه بتواضعه بمبادئه السامية. رحم الله أستاذ حفيظ، وأعتقد أنه كان قدوة لنا في المعهد ولي أنا شخصيا في نزاهته وشرفه وحسن تدبيره، وأيضا عدم التململ من العمل الموكل إليه، رغم أنه كان يعمل بكفاءة عالية ويقوم بإنجاز الكتب والقرارات العديدة التي تخص المعهد سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد العلاقات مع الجهات العامة والوزارات. رحمه الله أستاذ حفيظ أبو يوسف وجعله في جنات الخلد. فقدنا ركنا أساسيا برعية قطر، هذه القامة الكبيرة التي أعطت لرعية قطنة كل ما تملك، ولم تبخل يوما لا ماديا ولا معنويا ولا فكريا في العطاء. وإني شاهد حق أنه لم يبخل يوما علينا برأي أو فكر أو معونة مادية حتى لأي موقع أو إنسان يحتاج، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. نطلب من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر ويعوضنا بهذه الخلفة الصالحة التي أعطاه الله إياها. هؤلاء الأبناء المتعوب على تربيتهم
وكأني أشاهد أمامي معلمنا وأستاذنا الأستاذ حفيظ مودعا بآخر اجتماع. لا أستطيع أن أتصور أنني أحضر اجتماعات وهو غائب، لأنه هو البوصلة التي كنا نهتدي إليها دائما، ولكن إرادة الله فوق كل شيء.